الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحدوا الله وصلوا على حبيب الله. مع الدرس 66 بعد 100 من دروس الوعظ والإرشاد والتذكير، ومع موضوع مهم ألا وهو فضل القرآن العظيم. عباد الله، القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في رمضان، لقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم إنه نزل من السماء الدنيا، هذه التي نراها الدنيا والأولى، وهذا الذي وقع خلط عند الناس، يظنون أن السماء الدنيا غير السماء الأولى، فعندهم ليس سبع سماوات، عندهم ثمانية سماوات، سماء الدنيا وفوقها سبع أخرى. يقول لهم: لا، رأوا غلطين، راكم غلطين، رأي الأرض هذه الأرض الأولى، وتحتها ستة أراضي، والسماء هذه التي نراها سماء الأولى، وفوقها ست سماوات. فبيت العزة هو في السماء الدنيا، هذا في السماء الأولى. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة ليلة القدر، ثم نزل من بيت العزة إلى الأرض على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في رمضان، لقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول آيات نزلت من القرآن كان ذلك في رمضان، وكان ختامه كذلك في رمضان، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرضه جبريل ويعارضه القرآن، جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وأحيانا الرسول يقرأ وجبريل يسمع، وجبريل هو الذي بأمر من الله يضع ترتيب الآيات، وضع هذه وراء هذه، ويضع كذلك ترتيب السور وأسمائها، هذه كلها توقيفية، ضع هذه وراء هذه وهذه وراء هذه. فلما أتم هذا الترتيب بما هو موجود الآن، عرض عليه القرآن عرضتين، مرتين. سيدنا جبريل يقرأ القرآن الكل من البقرة للناس 114 سورة، يقرأهم على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيده ولا أقل، الختمة الأولى والختمة الثانية. عند ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أن موعد الرحيل قد اقترب. هذا القرآن يا عباد الله أصله موجود في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لوح كبير أكبر من السماوات والأرض، موضوع بجانب عرش الرحمن فوق السماء السابعة، فيه كل شيء، مكتوب كل شيء فيه، أسماؤنا وأسماء آبائنا وأعمالنا والوقت اللي بنشجوا فيه وأرزاقنا، والكتب السماوية كل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والكتب التي لا نعلمها، كل ذلك موجود أصله في اللوح المحفوظ. يعني الذي نزل إلى الأرض نسخ مطابقة للأصل. الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف يتحدث عن التوراة التي أنزلها على قلب موسى عليه السلام، قال: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ولم يقل في أصلها، وإنما قال في نسختها، يعني أن الأصل هناك في اللوح المحفوظ، وما أنزل إلى الأرض نسخ ولكنها مطابقة للأصل. واضح؟ لأن الأصل لا يستطيع أي مخلوق بخلاف بعض الملائكة الاقتراب له، لا يمسه إلا المطهر. إنه قرآن عظيم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني كتاب عظيم جدا.
طيب هذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب وأودع فيه أسرارا من أوله إلى آخره، كلها معاني وكلها حكم مكتومة ومرقومة ومرقونة بحروف عربية، ولكن بلاغتها تخفى على الأذهان. التركيب هذا اللي هو موجود الباء بعدها السين وبعدها الميم باسمي، هذا تركيب عجيب، تركيب عجيب، فلو قلبته لتغيرت المعاني. فالله سبحانه وتعالى نظم هذه الحروف تنظيما بديعا، وجعل في أوائل بعض الصور مفاتيح، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، حاميم، حاميم، عين سين قاف، صاد قاف. ما هذه الحروف؟ هي حروف نعلمها نعم، ونعلم بعضا من معانيها، وقد تخفى علينا معاني كثيرة. أضرب لذلك مثالا، مثال هذا جامع غزل، باني هذا الجامع كتب كتابا مكتوب فيه مثال جيم غاء، وأودع فيه كم فيها من ثريا، كم فيه من أنبوبة، مصباع، كم فيه من أسطوانة، كم فيه من سجاد، طوله، عرضه، شبابيكه، كذا. أودع ذاك الكتاب عند شخص ثقة وأمين وسافر، كي لا نقول مات، سافر. فإذا ما اختلف أهل المسجد رجعوا إلى ذاك الكتاب ففتحوا أبوابه فوجدوا ما هم مختلفين فيه، فإذا ما اختلفوا رجعوا إلى مبلغ الكتاب يسألونه وهو ثقة. ومبلغ الكتاب في حد ذاته عندما سألوه عن الجيم والغين قال لا أعلمها. من يعلم ولا يعلمها؟ قال باني ذاك الجامع، حتى يرجع باني الجامع فيقول لنا الجيم هذه أقصد بها جامع، والغين هذه أقصد بها غزة. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا كتابا فيه آيات بينات، منها ما نعلمها ونعلم معانيها، ومنها ما نعلمها ولا نعلم معانيها. فنسأل الرسول الأمين المبلغ، وهو نعلم صدقه وأمانته، ونعرفه أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد أتى بهذا الكتاب الفصيح. وزيادة على صدقه وأمانته، عندما نسأله ما معنى ألف لام ميم وما معنى حاميم فيقول لا أعلمها، إنما يعلمها إلا صاحب الكتاب. من هو صاحب الكتاب؟ هو رب الأرباب، الله جل جلاله، الذي سنرجع إليه يوم القيامة، وهو الذي سيخبرنا ماذا يقصد بألف لام ميم، وماذا يقصد بكاف هاء ياء عين صاد. لأنه عندما يتكلم فيقول ألف لام راء، ثم يقول تلك آيات الكتاب المبين، ليست حروفا عبثا وإنما هي آيات، ثم قال كتاب مبين. رواه أما أنتم ما تنجموش تحفظوها وما تنجموش تفهموها، علاش؟ لأن سرها لا يعلمها إلا هو جل جلاله. طيب أمد الله في أنفاسنا حتى شهدنا الإسلام والإيمان، وشهدنا كتاب الله سبحانه، وفتحناه وتمتعنا برؤية إلى بلذة النظر إلى تلك الحروف هي والأسرار والمعاني، قبل أن يأتي يوم يا عباد الله يدخل الواحد منا المسجد فيجد الكتب موجودة في المكتبات، فإذا ما فتح كتابا وجد أوراقه بيضاء، يقول فلربما هذه غلطة مطبعية تصير، خلينا نجبد كتاب آخر، يجبد كتب المكتبة هذه الكل يجد أوراقها كلها بيضاء، فينتقل إلى المكتبة الأخرى، فيدور على جميع المكتبات، الأمر واحد، فيذهب إلى مسجد آخر، الأمر واحد. عند ذلك اعلم أن موعد الرحيل قد اقترب، وأن الساعة قائمة لا محالة ولو بعد حين. نزع العلم من الصحف، لكن الحروف هذه كل نزعت، ثم بقيت في الصدور. نمشي لفلان،
يا فلان بك حافظ القرآن، أقرأنا يقرأنا ونسمعنا الآيات حتى يأتي يوم نقول له يا فلان اقرأ علينا القرآن، فيقول أل لا يجد الآيات. محيت كذلك من قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نحن نخشى أن يأتي يوم ونصادف هذا اليوم، عند ذلك يبكي من يبكي ويحزن من يحزن، الذي ضيع الأوقات فيما لا يعلم وضيعها في الفيسبوك وما شابه ذلك، ولم يقرأ كتاب الله وهو بين ظهراني، ولم يقرأ تفاسيره، ولم يعلم معانيه، ولم يفعله في الأرض. طيب، الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وراه مرافقا لنا، أول شيء هو موجود في الأزل قبل خلق الخلق، ثم بعد خلق الخلق أنزله الله لهداية الناس وكان كتابا خاتما، ثم بعد ذلك سيكون مرافقا لك حتى في سكرات الموت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتان، منهم من ضعف الحديث ومنهم من قواه، واختلفوا هل وقت الاحتضار أم بعد الدفن. واقرأ وكذلك سورة الملك المنجية من عذاب القبر، فيصاحبك كذلك في البرزخ وفي عرصات يوم القيامة، تأتي البقرة والآل عمران يوم القيامة كالغمامتان أو كالغيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبيهما. العلماء فسروا الحديث، قالوا كل واحد يقرأ ويعاود في البقرة وآل عمران حتى ولو ما يحفظهاش، أما مضاغب عليه يجوه كالغمامتان التي تغطيان ضوء الشمس، والاخرين اللي ساعات يقراها وساعات ما يقراهاش، ويقراها مره في الجمعه مرتين في الجمعه وساعات ما يقراهاش، وساعه تبقى شهر وشهرين ما يقراهاش، فهذه تاتي كالغايه اللي هو سحاب ولكنه مقطع قد يصل ضوء الشمس الى شخصه. والثالث كانهما فرقان من طير صواف، هذا اللي يقرا فيها مثال في المناسبات، يقراها من رمضان لرمضان، يقراها من عيد للعيد، يقراها يقول له راهو يا فلان راهو عندنا ختمه اجى اقرا معانا، يمشي يقرا معاهم سوره الدرب. فهذا تاتيان كانهما فرقان اي فرقتان اي جماعتان من طيور صافات اجنحتها اي الحاله الاجنحه بتاعها تحاجان عن صاحبيهما يوم القيامه. القران راهو معاك مش سيد، القران انيسك في الوحشه ومصاحبك ومصباحك كذلك في الظلمه، وقت اللي يحطوك في القبر الظلام راهو القبر، فلا ربما في بالك مش يعملوا لك انبوبه بقى ولا يجيبوا لك تيبه يحطوها لك، راهو ظلمه، هاو نقولها لك من تو، راهو القبر كي تتحق ظلام اكثر، يروحوا الناس ويخلوك فيك الظلام، شكون اللي مش يعاونك غادي؟ يعاونك القران اللي كنت تقرا فيه والعمل الصالح اللي كنت تعمل فيه في الدنيا. نسأل الله أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، كذلك بعد موقف عرصات يوم القيامة وأراد الإنسان الدخول إلى جنات النعيم، تكون السابقة لمن كان له أكثر أخذا للقرآن وعملا به، غير ظالم فيه ولا جافي عنه، فعندما يدخل إلى الجنة يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول قائل أنا ساعات راني نقرأ ونكسر، وبعض الناس يقولوا اسمع بعد شقرة، علاه ما نقرأ؟ لكن ما تعرفش شقرة تكسر فيه القرآن، خليه يقرأ على الشمع فيه من القراية، خليه يقرأ وخليه يكسر، راهو ما يقرأ عند يرفع صحيح، إليه يصعد الكلم الطيب، أنت تقرأ مكسر وتصلحوا لك في ثنية الملائكة. علاش تمنع في الناس؟ فما ناس حقيقة يجوني يشكو من بعض المشايخ، أي نعم، والمعلمين والمعلمات، قال أسمع ما تعرفش تقرأ،
وما تعرفش الأحكام، لا تعرف غنة ولا تعرف مد ولا تعرف إدغام، وما تحبش تجي تتعلم، لا عملوا في ملة وأنت ما تحبش تجي، أبقى كاتب ومع شق القرآن. علاه يا ولد؟ تهلك في روحك وتهلك فيه. يا ودي أقرأ طيب، إذا كان ما فهمتش حاجة ليش أفهمك؟ ما يسالش، أقرأ. رانا ذكري قبل ما نكون مشايخ لم نكن شيئا. قبل ما نكون مشايخ وحافظين بكتاب الله رانا كنا أعظم من اللي كنت فيه. رانا شيء صفر، كنا صفر ولا تحت صفر. فمن الله علينا ما نشر، ورب سبحانه وتعالى يبينها حتى في القرآن وقت اللي هم يفتروا الصحابة رضي الله عنهم يذكرهم رب سبحانه وتعالى، يذكرهم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله في الأرض لأيمان محمد رسول الله لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني أي واحد يقول لهم السلام الأمان يقول لا أنت مكش مؤمن أنت مكش مسلم، يحبوا ينزلوا عليه بالسيف. ربي قلم كذلك كنتم من قبل، راكم كنتم كفار زل وكنتم تعبدوا في الأصنام، فمن الله عليكم فتبينوا. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطفال الصغار أولاد مشركين كفار ماتوا في الغزو، في الغزو هم أولادهم أمره، ويولد الولد على الفطرة وأبواه يهودان له النصران أو المجلسان. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال قتلى قال من قتل هؤلاء؟ فرق الصحابة قالوا نحن يا رسول الله نحن قتلناه. قال لما؟ عليش تقولوا؟ قالوا أولاد كفار. قال أولو ألستم أنتم أولاد كفار؟ إخي أنتم ما تقولوا فين تقولوا أولاد كفار؟ إخي ما تعرفش أن أولاد الكهف دون البلوغ لا يكتب عليه، وأنه في الجنة ورعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت إبراهيم، يقصد في ابنه ولد إبراهيم اللي مات صغير، رأيته يلعب في الجنة وأولاد المسلمين وأولاد المشركين رغم كلهم قاد مع بعض، لا يكتب القلم على ما إلا ما على من بلغ، ما زالوا ما بلغوش ما زالوا صغار. فلهنايا ما نبدوش الضيق على الناس، وتذكر كيف كان حالك ثم كيف أصبحت. الواحد رأوك في ذكر روحه أول مرة يفتح الكتاب، أنا واحد من الناس قريت آلم ذلك الكتاب ولا ريب، آلم قريته اللي هي ألف لام ميم، لو كان ما فما الشيخ يعلم هذه وقرأ هذه وعلم هذه، والشيخ اللي بعده يقول لي هذه ألف حركتين ولا حركة وهذه ست حركات وهذه ست حركات وهو الحركات كيفاش، وجلست معاه واحدة واحدة راه قال لسان عبد الضعيف هذا راه ما زال في آلم ذلك الكتاب. يلزم الإنسان يحمد ربي سبحانه وتعالى على النعم ويفتح الأبواب للناس. أقرأ أقرأ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقرأوا القرآن، اقرأ اقرأ القرآن، اقرأ باللي تقرأ باللي تتعلم باللي يسالش. قال ساعات تجيك حواجز، والله أنا مانيش متوضي تو مش نقرأ القرآن، ما يفك عليه غدوة مانيش متوضي تو مش نقرأ القرآن، حتى اللي يبدأ يستغل فيك الشيطان يبعدك، يا ودي اقرأ القرآن. ما نجمتش المصحف يلزمك تحمله وأنت على وضوء، هز كتاب مصحف فيه تفسير هات أقراه من غير وضوء، هز التليفون فيها أبليكاسيون قرآن من غير وضوء، هاي سهلة، الشيطان يجيك من غادي تدور له من هنا، اغلب ما تخليش يغلب، وما تمر عليك نهار إلا وتقرأ أقل شيء صفحة من كتاب الله، أقل شيء، أقل شيء، معناها بالشعب العام كامل النخرة توصل إلى ختمة وإلا أقل من ختمة بقليل، يعني تعمل حتى عميل على عميل هي العام فيه 365 يوم والمصحف فيه 600 صفحه اعملها على عيني ميساج كل يوم اقرا صفحه. المهم ما تخليش الشيطان يغلبك. والقران هذا راه مجهول للعمل وللخدمه وللتداوي وللتبرك، نتبرك به اي نعم نتبرك به، نهز الكتاب ونبوس تو انت تبوس في الحجر الاسود وتبوس في الكعبه وتمسح بها وهي حجر وتعرف أنها عندها قيمة عند الله، وما نبوسش الكتاب فوضح دين. فإن قيل لك بدعة فقل له إن عكرمة رضي الله عنه كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، نسأل الله السداد والتوفيق. للتذكير هذا الأحد في هذا الجامع جامع غزة ستقام تصفيات المسابقة رقم 12، مسابقة في حفظ الكتاب القرآن
وتفسيره وعلومه والجزرية والأربعين النووية، وسيتنافس فيها الرجال والنساء والأطفال من مختلف البقاع في هذه البلاد. نسأل الله أن يوفقه وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأنتم مدعوون جميعا لحضور هذا العرس القرآني العظيم، يعني من الصباح من الثامنة صباحا حتى المساء. نسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه. إني داع فأمن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم نجح أبناءنا في امتحاناتهم. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم تقبل منا الصلاة والزكاة وصالح الأعمال. اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا للقرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم قو شوكتهم. اللهم إنهم حفاظ لكتاب الله، عاملين بما فيه، قراء بالليل وفرسان بالنهار. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم قوهم وامددهم بمدد من السماء، اللهم امددهم بالملائكة المقربين. اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عجل بالنصر لإخواننا في فلسطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.